مشاهدينا، تجاوبا مع الوضع الأمني والمؤلم اللي بيعيش فيه لبنان كله جميعه، تفتح أبواب المسرح الوطني بطرابلس يوميا. عن هذا الموضوع، ليش عم تفتح هذه الأبواب؟ شو النشاطات اللي عم تصير؟ راح نحكي مع الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي. صباح الخير قاسم. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. انت ضيفنا دائم قاسم، على كل حال بصباح اليوم دائما بنحب ندوي على نشاطاتك، على جهدك اللي عم بصير على صعيد المسرح وعلى صعيد الفنون والابداع اللي عم تعمله، وبالسلام كما في الحرب. انت ناشط جدا، خبرنا ليش خطر على بالك تفتح هذا المسرح بظل هذا الموت العظيم والدمار؟ يعني بدايه تحيه لارواح جميع الشهداء والشفاء لكل الجرحى بلبنان، وتحية لكل أهل المسيحيين بكل المناطق، وتحية لكل الشعب اللي عم يحتضن الشعب. هذا المهم بلبنان، هذا التضامن الإنساني اللي عم يغني، واللي هو جزء من نضالنا بسبيل الحرية بسبيل الكرامة. وتحية لكل الثائرين والمقاومين بكل العالم من أجل لبنان ومن أجل فلسطين ومن أجل العدالة. طبعا المسرح مش بس لنعمل عروض للجمهور، المسرح هو بيتنا. مع بداية يعني الحرب واشتدادها بصور، كان المسرح عم يتحول ليكون مركز ايواء عم يجوا عليه العائلات. اليوم بطرابلس كمان اهل النازحين من جنوب كمان بطرابلس مفتوح على المسرح. بسور كنا عم ننظم ورش تدريبيه بعز الحرب، كانوا الناس عم يلجؤوا على الكنيسه وعلى السينما وعلى المسرح، فكانوا عم يحضروا بيجوا الاولاد يتدربوا رسم. انا اليوم بدي وجه تحيه لروح سيلينا السمراء اللي هي بنت هالمسرح، هذه الشهيده الحيه بقلوبنا، اللي للاسف يعني هذا الاجرام قدر انه ياخذها مننا هي وعائلتها، ما بقي الا اختها. فقبل بيوم خبرنا قاسم عن سلينا، وين استشهدت؟ اي متى هذا الشيء؟ هذا صار بسور بالحاره بجانب سينما ريفولي. الصبح لقيتها، قالت لي عمو قاسم اليوم في رسم، قلت لها ايه، كانت هي امها وبيها، وكانت قبل بيوم رسمت اخر رسمه بالسينما. ف للاسف هذا الاجرام يعني يوم فقدناها وفقدنا عائلتها، لكن هي موجوده معنا، هي بنت هالمسرح. نعم. فتحيه لروح سيلينا السمراء ولعائلتها، تحيه لكل الشهداء ولكل الاطفال اليوم اللي للاسف هذا الاجرام ما عم بيوفر حدا، او هذا اللي عم نحكي، هودي المدنيين اللي ما لهم ذنب. نعم. فبالنسبه لنا نحن يعني ما بعرف شو بدي اقول، لكن انه المسرح هو هذا دوره بالحروب وبالأزمات أن يكون مفتوح للناس. نعم. قاسم خليني أنا هيك كمان لحتى أطر الحديث، المسرح الوطني فتحته للإيواء ولا بس للنشاط؟ لا، اليوم هو نحن بطرابلس اليوم بتواجد عائلات، نحن اليوم 25 شخص موجودين بهذا المسرح، في عائلات نحن اليوم هذا المسرح مفتوح لهم، ناس بنعرفهم وناس ما بنعرفهم عم يجوا على المسرح بيقولوا فينا ننام، فهالمسرح عم يكون بيتهم. عم نفرش فرشات على خشبة المسرح، عم ناكل سوا، عم ننظف المسرح سوا، عم نعمل ورش بعد الظهر كمان للأطفال الموجودين بطرابلس وللشباب عم يجوا بيتدربوا رسم ومسرح. فهذا اليوم دور المسرح الوطني اللبناني، هذا دور المسرح بصور كمان اللي عم يستقبل كنس عائلات موجودة عم بيناموا. بعدكم فاتحين بصور المسرح بالرغم من كل المسرح بصور بعده مفتوح للنازحين ولا النشاطات ولا وقفته؟ بصور ما عم نقدر نعمل نشاطات لانه اشتدت يعني الحرب صارت قاسيه نوعا ما على المدينه، بس بطرابلس لا، المسرح اليوم بشكل يومي عم نقدر نعمل ورش تدريبيه، وكمان عم بيزيد العدد. اليوم في عائله كمان جايه من صور على طرابلس، يعني عم يجوا بيناموا معنا بالمسرح، الصاله وبالبلكون وبالغرف الموجوده موجوده كلها فرش. عم نشعر شعور انساني انه اليوم المسرح هو قديش قادر يجمعنا، قديش الاطفال اليوم لما بتجي عم ترسم بيوتها. نعم. سيلينا كانت مبسوطه بتقول انه انا عم بنسى الحرب، عم بيجي على السينما، انا ما بعرف شو بدي الا بدي لها انه انت بقلوبنا، انت معنا. سيلينا اللي شفنا صورتها قبل شوي، لا هيدي جزء من الصور اللي عم ننشرهم. نعم، نحن انت عم تحكي عم نشوف صور كمان قاسم عن شو عم بيصير عندك بالمسرح. نعم، والنشاطات والاطفال. هذه الصوره قبل بيوم من استشهاد سيلينا هي واختها، وهودي الاطفال اللي اجوا من الحاره على المسرح الوطني. ويعني ما بعرف شو بدي اقول انه نحن اليوم بوضع نحن بحاجه لازم من التكاتف، لكن اليوم
نحن خيارنا بهذه المقاومة العظيمة بثبات الناس بإيمانا، والشهيد هو حي بيبقى موجود معنا، بيبقى بكل الفكر. واليوم المقاومة ما بتموت، المحتل إلى زوال، هذا اللي بنأمن فيه دائما. ونحن بالنسبة لنا هذا جزء من المقاومة الثقافية، نعم، المسرح فعل مقاوم أكيد. والمسرح اليوم عم يثبت أنه مش بس للعروض ومش بس للأوقات الحلوة، لكن هو مكان، هو بيت، هو عم يقوي الناس بشغف وبكرامة وبحب. قاسم اسطنبولي، خلينا نكفي هذا الحديث بس، وأنا بوافقك طبعا على كل شيء عم تقوله، بس خلينا نشوف سوا الفيديو كمان. يلا. أنا ونايم طلع جدار صوت، هز البيت هز، قمت وقفت حد أمي، خفت. أنا كنت جيت على السينما أرسم وغير جو، فانبسطت كتير، نسيت كل شيء صار معي. باي. أفضل على السينما. نعم، من نرجع لك قاسم، شفنا هذه النشاطات الحلوة، بس أنا كمان عبالي أقول أنه يعني قبل ما تبلش الحرب يعلى أصواتها، كنا عم نحكي عن بيروت هذه المدينة اللي ما بتموت، وكنا عم نحكي عن فكرة المسارح بهذه العاصمة الكتيرة والعروضات الكتيرة، وأنه ما عم نلحق أبداً أنه نحضر مسرح وشو هالحركة الحلوة، وكنا مبسوطين أكيد بهذا الشيء لأنه دليل خير ودليل أنه الإبداع، دليل الإبداع مجدي بظل أي ظرف. بنفس الوقت ما بعرف، أنا أنت رح تأكد لي أنه هل المسارح ببيروت فتحت بوابة مثل ما أنت عملت أو لا؟ يعني هذا سؤال كمان لازم نطرحه، وعبالنا نعمم تجربتك وعلى كل المسارح، لأن بحاجة لكل زاوية تقوي النازحين اللي عم بيناموا على الأرصفة بمطرحها. يعني من المؤلم لما نشوف نحن المواطن اللبناني اليوم، كل المواطنين حتى اليوم، العاملات المنزليات والناس والمواطنين ان كان شو مختلف جنسياتهم، نحن اليوم بحرب، حرب ضد الانسان. انت قدام مجرم ما بيفرق بين شو جنسيته وشو دينه وشو شكله وشو لونه. نحن بشيء انساني عظيم. طبعا هذا كل انسان بيقدر يساهم اليوم دعوه انه يقدر يقدم اللي بيقدر عليه، هذا وجودنا نحن، هذا الشيء اللي عم نعمله، هذا اقل شيء ممكن نعمله لاهلنا، اقل شيء ممكن نعمله للناس اللي موجوده. انا اللي كله عم بشوفونا اليوم، اللي من كان المسرح بطرابلس او بسوق، نحن حاضرين لاي شيء. هذا بيتكم، هذا مكان موجود لكل الناس اللي عندها اي مساحه اي مكان، انه نقدر نفتح قلوبنا، لانه نحن هذا اللي بحاجه له، هذا التضامن الانساني، تضامن موجود مطلوب بهالمرحله، لنقدر فعلا ننتصر بهذه الحرب. ونحن رح ننتصر ان شاء الله بفعل الناس وبايمانها وبتضامنها وبفضل الناس المناضله اللي عم بتقدم دمها وعم بتقدم كل شيء بسبيل هالوطن. نحن عم نعيش مخاض، بهذا المخاض يا منكون نكون او لا نكون، ونحن ان شاء الله رح نكون بالمكان الصح، رح نكون بالميدان ورح نكون بالمسرح، رح نكون بالثقافي ورح نكون بكل، للجسم الطبي وللاعلامي وللناس اللي بالخطوط الاماميه. انتم يعني انتم الشرف وانتم الايمان وانتم الروح، والمسرح هو فعل مقاوم، ونحن هذا اللي بنؤمن فيه. المقاومة الثقافية هذه دورنا وهذا وجودنا قاسم. نعم، أنا أضم أيضا صوتي إلى صوتك، وأدعو كل أصحاب المسارح في بيروت على الأقل، لأنه نحن عم نشوف كثير حالات نازحين، حالاتهم صعبة، قاعدين على الطرقات، يفتحوا أبوابهم للناس، كما أدعو إلى فتح طبعا أبواب المساجد اللي نايمين برا الناس عبوابها وهي مسكرة، وهي يعني بيوت الله. أظن أنه المساجد التي أغلقت أبوابها بوجه النازحين لا يقيم الله فيها. يعني هيدي أنا عم مرقها هلا، أنا عم بحكي معك، كل شيء مغلق بهيدي المدينة لازم يفتح، كل مكان شو مكان عنوانه لازم يفتح من أجل إيواء الناس بهذا الظرف. هيك بنكون واقفين مع بعض. بس كمان اخر شيء بدي اسالك اياه، طالما انه الناس عم بتنام عندك وعم تاكلوا وعم يعني عم تتعاونوا بطريقه ما، في حدا عم بيساعدك ولا انت هيدا عمل كثير خاص؟
نحن يعني اكيد هذا الشيء طبعا عم بتقوم فيه جمعيه طيور الفنون، وفي ناس يعني متطوعين واصدقاء واصحاب، عم بكل حدا بيقدر يعني يكون هو من تلقاء نفسه عم بيقدم هالشيء، او كان جمعيات موجوده بطرابلس. نحن يعني هذا الشيء مفتوح للكل، ولكن ان شاء الله على امل كل العالم اليوم اللي عم يشوف هيدي البشاعه انه يكون في شيء انساني، في شيء حقيقي. وانا ختاما بقول لسيلينا، انت بقلوبنا، هذه قضيه اليوم، انت بنت المسرح الوطني اللبناني، وان شاء الله حقك ما بروح هدر، حقك موجود وحق كل شهيد بلبنان ان شاء الله راح يكون بالنصر. ولاهلنا النازحين العوده ان شاء الله راح تكون قريبه، وبيوتنا اللي انهدمت راح ترجع ترتفع، وتضلكم شامخين لانه الشهيد حي والشهيد بقلوبنا يا رب. احنا باقيين ان شاء الله بكل محل وبكل مكان يا رب، نضال مع مقاومتنا يا رب. اصحاب الحق دوما سيصلون، ولو بعد حين رح صدق، رح عيد الإعلان عن أنت متى تفتح أبواب المسرح الوطني بطرابلس، من 3 إلى 6 يوميا بتقدم ورش. عم نشوف البوستر هون، من 3 إلى 6 بتقدم ورش تدريبية وعروض وأفلام مجانية مخصصة للأطفال النازحين. علنا بهذا الوضع المؤلم الذي يمر به لبنان، علنا نساعد أو تساعد طبعا قاسم على يعني بسمة أو فرحة أو تقليل من يعني هذا الغضب، أو ربما الخوف، أو ربما التروما اللي عم بيعيشوها الناس، علنا نخفف من خلال المسرح عليهم ونطلع من هذه الحالة بأقل خسائر ممكنة. شكرا جزيلا قاسم اسطنبولي.